بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصائبين، وانفعنا اللهم بالقرآن والذكر الحكيم. مقالة القرآن الكريم مشاهدي الأفاضل، تحية مسائية عاطرة مليئة بالحب والود لكم مشاهدي الأفاضل. موضوع جديد وعدد جديد في هذه الأمسية ضمن برنامج مفاتيح. إذا مشاهدي الأفاضل، يقال ليس الحب هو فعل الأشياء الخارقة، وإنما الحب هو مشاهدي الأفاضل هو ممارسة الأشياء الاعتيادية بحب. وأكثر الأشياء التي اليوم التي يجب أن نمارسها بحب وبليونة هو الاتصال داخل الأسرة. هذه الجزئية المهمة في خلق الاستقرار الأسري والتواصل والود بين أفراد الأسرة. فأي خلل في الأسرة مشاهدي الأفاضل هو خلل في البناء الاجتماعي. اليوم نفتح مشاهدي الأفاضل موضوع الاتصال داخل الأسرة. هل ندرك فعلا، هل نمارس الاتصال داخل الأسرة؟ هل تدرك الأسر اليوم أهمية الاتصال وأهمية التواصل؟ هل هناك أوقات معينة للاتصال داخل الأسرة؟ وهل هناك آليات للاتصال؟ وما هي عواقب عدم الاتصال أو تعطل هذه الآلية داخل الأسرة؟ هي النقاط المشاهدية الأفاضل نناقشها اليوم في برنامج مفاتيح على مدار ساعة ونصف من الزمن. شاركونا، تفاعلوا معنا وتواصلوا معنا عبر أرقام الهاتف التي تمر أسفل الشاشة بين الفينة والأخرى، عبر صفحة البرنامج برنامج مفاتيح. ويشرف البرنامج هذه الأمسية مشاهدي الأفاضل باستضافة الأساتذة الأكارم الذين يديرون هذه الجلسة المباركة. معنا الأستاذ محمد قرومي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أختنا يمنى، وشرف لنا أن نكون بين يدي شيخنا محمد بن غيث، وكذلك أستاذنا أستاذ بناب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذا الموضوع المهم والمهم جدا، وهو التواصل في الأسر. اللهم أمين يا رب العالمين. أستاذ علي بناب، والله أنحى منحى شيخنا قرومي محمد قرومي أن نرحب بشيخنا الفاضل دكتورنا محمد أمين بن غيث في هذه جلسة طيبة، وقد تنورت الحصة حصة مفاتيح بحضوره معنا إن شاء الله. نعم أكيد، وربي يبارك فيك أستاذة ويوفقك في هذه الحصة. نعم شكرا، ومنورة كذلك بوجودكم، هكذا هم أهل العلم أينما حلوا تناروا الجلسة. وأنا بدوري أرحب كل الترحاب بالدكتور محمد بلغيت. أهلا ومرحبا دكتور. شكرا، بارك الله فيك. لو لم يكن لهذه الحصة من محاسن إلا أنها تجمع بين أساتذة لم يلتقوا منذ فترة طويلة، لكان هذا يكفيها يعني. نعم فعلا فعلا، الحمد لله أنا لم أرى الأستاذين منذ أكثر من 20 سنة. نعم الحمد لله. نعم جزاكم الله خير يعني. اللهم أمين يا رب. جمعتم الشتات نعم من الأساتذة والدعاة والمصلحين، وكلهم يصب في خدمة الجزائر وفي خدمة الإسلام. أمين يا رب العالمين. وحققنا معنا التواصل في أسمى معانيه أستاذ علي بوناب. نعم حققنا معنا التواصل في أسمى معانيه. بداية قبل هكذا أن نؤصل للتواصل والاتصال داخل الأسرة من الناحية الشرعية، نبدأ بكم أستاذ علي بوناب. الاتصال نعم أستطيع. نعم نبدأ بالشيخ، نعم بالدكتور بلغيث. بداية أستاذ بلغيث، نتحدث عند تأسيس الأسرة نتحدث عن كل المواضيع، نتحدث عن اختيار الزوجة، نتحدث عن كيفية تربية الأبناء، ولكن أحيانا نغفل عن كل الذي يجمع هذه الأشياء، وكل الذي يؤسس لهذه الأشياء هو الاتصال داخل الأسرة. ما هو الاتصال داخل الأسرة؟ هل هناك يعني تأصيل شرعي؟ هل هناك إشارة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة للاتصال داخل الأسرة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحيي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحييكم ومرة أخرى نشكركم في هذه القناة على الاستضافة مرة أخرى. أما في ما يتعلق بموضوعنا، موضوع الاتصال والتواصل خاصة فيما يتعلق بالأسرة،
نقول بأن الله تعالى خلقنا لنتواصل. صحيح. نعم نعم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تعرف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الله تعالى خلقنا لكي نتواصل ونتعارف ونتعاون في الخير وعلى الخير، وتعاونوا على البر والتقوى. هذا التواصل هذا واسع النطاق. إذا كان ديننا يحقق التواصل والحوار بين الحضارات، فكيف لا يحققه بين أسرة؟ صحيح. بين أفراد أسرة. إذا كان التواصل بين أمم، نعم، وبين حضارات كبيرة وعريقة، فكيف لا يتحقق التواصل أو لا يحقق الإسلام تواصل بين أفراد الأسرة؟ وإذا تحقق التواصل بين أفراد أسرة واحدة، سيكون ذلك تأسيسا لتحقيق التواصل بين أفراد المجتمع. والحياة كلها مبنية على الاتصال، لأن الأسرة خلية. المجتمع يتكون من أسر وعائلات كما قال القرآن الكريم. فإذا كانت الخلية متواصلة، وإذا كان أفراد الخلية الواحدة يتواصلون، فمن المؤكد أن ثقافة التواصل وثقافة الحوار تتحقق في المجتمع. والقرآن الكريم ينبه إلى هذا، كيف أن الأنبياء كانوا يتحاورون بين أفرادهم، أفراد أسرهم. سيدنا إبراهيم عليه السلام يتحاور مع أبيه. صحيح. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وشنو هذا يا إن لم يكن حوار؟ إلى هذا ماشي حوار؟ ما هو الحوار وما هو التواصل؟ صحيح. فإذا التواصل والحوار هو يقوده الأنبياء باعتبارهم مصلحون. فإذا كان الأنبياء مثل سيدنا إبراهيم عليه السلام وغير ويوسف مع أبيه. صحيح. يعقوب عليه السلام إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ضرب لنا القرآن الكريم أمثلة كثيرة، نماذج من عائلات تتحاور في الداخل. سيدنا موسى يتحاور مع ابنتي شعيب، وإن لم يكن بعد فردا من الأسرة لكنه أصبح زوجا لابنتي شعيب. صح. نعم. شعيب يتحاور مع سيدنا موسى عليه السلام. فالتواصل والحوار سنة الله في هذه الحياة، وسنة الله في الإسلام أيضا. نعم. ولذلك يعني الأسرة التي لا يتواصل أفرادها ولا يلتقون، كما سيبين أستاذان أكثر مني ربما، نعم، لا يمكن أن نقول بأن هذه الأسرة تقوم بدورها، ولا نستطيع أن نقول بأن هذه الأسرة تملك الفعالية لفيكاسيتي في تأسيس مجتمع ذي ثقافة التواصل وثقافة الحوار. من المؤسف جدا يصل مجتمعاتنا اليوم إلى النكتة التي تذكر في وسائل التواصل والإنترنت، بحيث تقول باللي طالبة خرجت من غرفتها وقالت حتى البارح باش عرف أفراد العائلة تعيب لأناس رائعين جدا، لأنه لما انقطع الاتصال في الانترنت خرجت من الغرفة تاعي. نعم. لأن الآن هذا أحد المواضيع. نعم. نرى في الحصة، هل فعلا هناك تواصل الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي؟ أستاذ علي بناب، قبل أن نتوجه للأستاذ محمد قرومي، نود أن نتعرف، بما أنكم مختصين في مجال التربية ومجال علم النفس، بماذا نعرف التواصل الأسري؟ بماذا يتميز التواصل الأسري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استسمح دكتورنا واستسمح الشيخ محمد قرومي على ربما على هذه المداخلة. لما نتكلم عن التواصل الأسري البعض يتصوره مجرد كلمات متبادلة بين طرفين أو بين عدة أطراف. صحيح. أو الكثير من الآباء يتصور الحوار الأسري أو التواصل الأسري تلك الأوامر والنواهي المستمرة. أو هي مجموعة من الكلمات الخرقاء يوصلها بطريقة فيها سلطة وفيها قوة قهرية للأبناء أو إلى غير ذلك. ولكن حينما نتكلم عن الحوار الأسري أو التواصل الأسري نتكلم عن ماذا؟ نتكلم من ناحية سيكولوجية. نعم. أنها ضرورة من ضروريات بناء الشخصية عند الأطفال. الطفل الذي لا يجد في الأسرة حوارا فإن نزعنا البناء الأسري في تكوين شخصية الطفل. حينما نتكلم عن التواصل الأسري نتكلم أنها أداة وقناة لتحقيق بما يسمى تقدير الذات عند الأطفال. ولما نتكلم عن تقدير الذات عند الأطفال نتكلم عند المراهقين، وبالتالي نتكلم عن أهمية سيكولوجية في بناء الشخصية. حينما نتكلم عن التواصل الأسري وش معناه؟ نتكلم عن قدرة الأسرة على فهم أبنائهم. صحيح. وقدرة الأسرة على فهم احتياجاتهم، وقدرة الأسرة على فهم أخطائهم. وبالتالي الحوار هو أداة كما قال الشيخ ناصر تريزيفيكس فعالة جدا في ماذا؟ في تعديل السلوكات. شوف حينما نتكلم عن حوار النبي مع الطفل في مواقف فيها غضب وفيها أخطاء من الآخرين النبي ما استعمل العنف وما استعمل القهر وإنما استعمل الحوار. مع ذلك الشاب الذي جاء به أو ذلك الغلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان احنا نقوله بالدرجة قارد بزاف، فقال له النبي لما رميت يا فلان؟ علاش قارت يا وليدي؟ فقال له يا رسول الله لآكل. فقال له لا ترمي، ما تقارش شجرة، ولكن خذ ما تساقط منها وكل. نحال طريق الخطأ حواريا ثم بين له الطريقة الصحيحة، وهذا ما يسميه في السيكولوجيا تعديل السلوكات عن طريق ماذا؟ عن طريق وسيلة التواصل المبنية على الاحترام ومبنية على الإقناع، لأن في شخصية الطفل هو الفضول المكالمة لا هو الفضول سنتظر. هو الفضول الذي يريد من خلاله الطفل أن تقنعني سواء الأب ولا الأم. لهذا نقول للأسرة إذا أردنا أن نبني شخصية سوية خلونا من العنف، خلونا من القهر، لابد أن نعطي أوقات لأبنائنا نتواصل معهم. والتواصل مش مجرد كلمات، التواصل الذي أريده هو الذي يكون مغذى بطاقة سيكولوجية إيجابية ملامحها ماذا؟ الابتسامة، حركات عضلات الجسم، البعد المورفولوجي، الحركة الجسمية، اختيار الكلمات التي تحقق احترام الطفل وتقدير الطفل. وبالتالي ماذا يقع؟ نسموها المانيبيلاسيون. بالتالي أتحكم في الطفل من خلال هذا البعد السيكولوجي وهو التواصل. لما نقول أيضا أستاذة عن التواصل وش نقول؟ نقول ما درسناه في مدرسة التحليل السيكولوجي هي رغبة الطفل في تحقيق هذا الإشباع. أنا درت دراسة ذكرت هذا مرة التواصل الأسري عند من الأباء حاجة الأبناء. إذن حاجة نفسية وجدنا الكارثة وهنا وجدنا أن الكثير من الأباء المقدار الزمني في تواصله مع الأطفال 2 ثانية، 3 ثانية، 5 ثواني، نصف دقيقة، دقيقة، يعني نطلع يعني البعد التصاعدي دقيقتين، 3، أفضلهم 5 دقائق. كوارث الشيخ، كوارث. لا يوجد تواصل، ما كانش تواصل. إذن هذا هو ليس هذا هو التواصل. لهذا معظم المشاكل الأسرية أنا أقول لك حاجة مثلا كمختص في علم النفس، نقول لك الطفل الذي يتناول مخدرات والشاب الذي يتناول السيجارة الإشكال هو انعدام التواصل الأسري. نعم. ما نعرفش أنا مثلا وليدي، أنا ما نعرفش أتواصل، ما نعرفش أحاور، ما نعرفش أبني قاعدة الإقناع عند ابني وهو صغير وبالتالي وهو مراهق، بالتالي راح تكون عنده الدرياكسيون، راح تكون عنده استجابات إما في العقل الواعي أو العقل اللاواعي
من بين أسبابها انعدام التواصل لهذا القول. لنا المثل الأعلى في الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما جاء ذلك الشاب قال يا رسول إذن لي في الزنا. شوف إذن لي في الزنا، ما سبه، ما عيره، ما تهير عليه، ما قال له كلام ولو صحابة غضبوا. أن صلى الله عليه وسلم قال خلوني بيني وبين هذا الشاب. شوف الحوار، شوف شخصية النبي. قال أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ شوف الحوار. والشاب يقول لا بأبي وأنت يا رسول الله، ويكرر. النبي استعمل الحوار، واستعمل في الحوار، شوف ثقافة سيكولوجية، استعمل خطاب لا شعور لانكونسيون، العقل اللاواعي عند الشاب من خلال التكرار، وهي برمجة عصبية. لهذا نقول باختصار وأتوقف هنا، الحوار التواصل معناتها نعرف مشاكل وليدي، معناتها نحل مشاكل وليدي، معناتها نبني شخصية وليدي، معناتها ومن كنا سبب في ضياع أبنائنا. نعم، شكرا، بارك الله فيك. إذن الحوار كما قال الدكتور بالغيث هو سنة كونية مبنية كذلك على الاتصال، وكما ذكرتم بأنه هذا الاتصال لا يكون يعني أثناء أو نتيجة حدوث مشكلة داخل الأسرة، وإنما الاتصال أستاذ الكريم أستاذ قرومي وإنما يكون شيء دوري وشيء أساسي في البناء الأسرة، يجب أن لا تستغني عنه الأسرة دائما مع مختلف أفرادها. هذا هو الاتصال الذي ذكره الأساتذة الأفاضل، لا يكون بناء على مشكلة، على حدوث مشكلة، وإنما عندما تحدث مشكلة تكون نتيجة عدم الاتصال أصلا أساتذة الأفاضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أثمن ما ذكره الأساتذة الأكارم، لكني أرجع بك إلى الأصل ألا وهو القرآن الكريم. أنا متأثر كثيرا بالقرآن الكريم، نعم. الجانب السيكولوجي والتربية النفسية وكذا، هذا الجانب يعتني به الشيخ. أنطلق من كلمة التواصل، عكسها وشنو هو؟ انقطاع. تقاطع. الانقطاع. ها؟ انقطاع. تقاطع ولا الانقطاع؟ ماذا قال الله تعالى عن الانقطاع والتقاطع؟ ها؟ القرآن الكريم يعطينا أساسيات، من جملة هذه الأساسيات أن وجود التواصل يؤدي إلى صلة الرحم المتينة. صحيح. عدم وجود التواصل يقطع هذه الصلة. واسمعي إلى القرآن الكريم، وش يقول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إذا تقطيع الأرحام سببه التولي عن القرآن الكريم، تولي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإفساد في الأرض. إذا التولي والإفساد يولدان التقاطع. إذا أردنا أن نبقى في تواصل فعلينا أن نرجع إلى الله تعالى، عكس التولي، أن نرجع إلى النصوص والينابيع انتعنا، وحدة. ثانيا أن لا نفسد في الأرض وأن لا نتبع خطة المفسدين. إذا تحقق هذان الأمران، يعني الرجوع من معاني الحوار، من معاني الحوار اللغوية الرجوع، الحوار، إذا الرجوع، فأنت لما ترجع إلى أصلك وترجع إلى مبادئك وترجع إلى أصولك، فقد مهدت لوجود حوار بين أفراد الأسرة، ومن ثم وجود حوار بين أفراد المجتمع. مع المحافظة في هذا الحوار أو في هذا التواصل، مع المحافظة على خصوصية كل طرف. أنت لما تسمع سيدنا إبراهيم عليه السلام يخاطب أباه رغم أنه كان على الكفر، لم ينزع منه صفة الأبوة، يا أبتي، بمعنى هذا الرابط الأسري أو الرابط الدموي الذي يربط بين شخصين لابد أن يبقى، مهما اختلفت مع ابنك، مهما اختلفت مع أبيك، لكن لابد أن تبقى هذه الخصوصية التي تجمع ولا
تفرق. العكس ربما أحيانا هذا الاتصال يكشف طبيعة الابن وكيف يفكر هذا الابن، حتى ربما تكون مفاتيح حتى كيف نتعامل مع هذا الابن وكيف نربيه. هذا هو الأساس يعني أحيانا نتيجة الاتصال. أستاذ احنا جايين من الموضوع هذا يعني الكيفية. أنا أريد أن أصل لعملية التواصل، يعني قبل أن نصل إلى التواصل الذي يحدث نتيجة مشكلة داخل الأسرة. قبل المشكلة فمسألة التواصل مسألة عقيدية، التواصل الاعتيادي هذا الذي يجب أن يكون مسألة عقائدية. أنت إذا توليت عن نهج الله وأفسدت في الأرض أهنارك أفسدت معتقدك، وبالتالي أفسدت ما يؤدي إليه معتقدك اللي هي التنوير بدل التحوير، التنوير بدل التحوير. إذا أنت لا تفقد في اتصالك مع الآخر في الأسرة هذه الخصوصية. الأم تبقى أم يعني في المكان أنت، حاول أب يبقى أب في المكان أنت، والابن يبقى ابن. لكن مع ذلك على الأب أن يستخرج ما في الابن من طاقات كامنة، لأنه يوجد عند الابن ما لا يوجد عند الأب. في بعض الأحيان يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. انظر إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام يذكر لابنه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الذبح. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني يريد أن يعلم رد فعل ابنه، وفيه ليونة في الاتصال، فيه ليونة في الاتصال. وكذلك يريد أن يهيئه لأمر جلل. واش قال له؟ يا أبتي افعل ما تؤمر. يعني الولد له نفس الوجهة والده. احنا الان لما نؤسس اسر نحث الاطراف التي تريد التاسيس ان تختار، اختاروا لنطفكم فان العرق دساس. اذا عمليه الاختيار، اختيار الزوج واختيار الزوجه واختيار المنهج الذي يسير عليه الزوجان. مستحيل واحد يريد ان يعيش بنمط اسلامي ان يختار يعني طرفا آخر يريد أن يعيش نمطا غربيا، وبتقول لي يكون توافق ويكون تواصل ويكون هذه من العوامل التي تفسد التواصل. إذن باش يكون تواصل سليم لابد من التوافق في المنطلق. احنا جينا نؤسس أسرة بسم الله، وحتى احنا في العقود نتاعنا وش نقوله؟ هذا يعني على كتاب، عقد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحيان الأطراف تكذب، تقول لك عقد على كتاب الله وسنة رسول الله، الزوج لا صلاة إلا ذكر الله والزوجة لا صلاة إلا ذكر الله، ويقول لك عقد على كتاب الله. ولكن أحيانا أستاذ قرومي أنا لا أوفقك في هذه النقطة، ولكن أحيانا أستاذ بلغيت حتى مع وجود هذه المؤشرات ووجود هذه المعطيات ووجود هذه الاختلافات يكون الاتصال هنا يعني أكثر، وبحاجة أكثر للاتصال، لأنه الطريقة الأولى لكي نوجه سلوكيات الناس أحيانا ونربي ونوجه ونقنع الآخر أحيانا. إذا كان الاتصال هكذا من أجل هدف يعني الإصلاح ذات البين أو الإصلاح داخل الأسرة، ولنا أود يعني يكون الإسقاط، لأن دائما قدوتنا الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أنا فعلا يعني صدمت مما قاله أستاذ علي بوناب، يعني لغة الأرقام والإحصائيات دقيقة فقط للاتصال داخل الأسرة، يعني هنا كارثة مع من نتكلم. وهذا ربما نتيجة وسائل التواصل الاجتماعي كما ذكرت، يعني النكتة الأولى التي ذكرتها يعني في المقدمة أستاذ بلغيت. والله أو نترك يرد لي ولا نواصل أستاذ؟ تفضل. نعم حوار مفتوح. نعم تفضل. ما يكونش حوار كيش يقولوا أميل إلى الرسميات، يكون إنفورمال الحوار. أيوة. وهذه التي توصل لأن الجمهور المستهدف الأسرة. لقد رأي أستاذ يدخل عادي، يعني أنا أحب هكذا. نعم أنا أعرف. وهكذا يحب الجمهور الآن. إن شاء الله. هو يعني إضافة إلى ما تفضلتم به جميعا، هو لماذا يعني نحتاج الحوار ونحتاج إلى التواصل؟ لأن الله تعالى خلقنا مختلفين. صحيح. خلق التنوع هكذا. حتى
داخل حتى الأسرة، حتى داخل الأسرة الواحدة، حتى وإن كنا في نفس يعني في الأسرة الواحدة هناك السريع الغضب البطيء الفيء، البطيء الغضب السريع الفيء. نعم. هناك الذي يتنازل بسرعة، هناك زوجة تتنازل بسرعة، هناك زوج يتنازل بسرعة، هناك العكس. هذا هو يعني الله تعالى خلقنا متنوعين ومختلفين، التنوع سنة الله أيضا من السنن. فالله تعالى قالنا باش يتقارب هذاك الاختلاف ويتقارب هذاك التنوع لازم بالحوار، ولا دعانا إلى التواصل صلة الأرحام من هذه المعاني نتيجة ذكرها الشيخ. نعم. يعني خاطر ربي خلقنا مختلفين. نعم. ولهذا يعني لما نتواصلوا كثير من الناس الآن كما يقول أحد علماء التربية، كثير من الناس يقول لك وكاين الحوار داخل الأسرة تاعنا على مكاش ماناش نتهضروا. ها صحيح. نعم ماناش نتهضروا. ويقول نعم. هذا العالم يقول لا، الموجود في أكثر الأحيان هو الجدال وليس الحوار. صح. على الأب كي تقول له هدرت مع وليدك على الدخان، هدرت مع وليدك على الطريق اليوم تبعها، يقول كل ما نهضر معاه يطير فيا. صح. قلت ما نقدرش نهضر معاه. هدرتي مع الطفلة على الآخر على القراية على كل ما نهضر معاه تسقي معايا. يقول هذا العالم يقول الموجود في كثير من الأسر هو الجدال المراء وليس الحوار. هذا هو الاتصال. لأن الجدال نعم. يختلف عن الحوار. الحوار فيه الهدوء، الحوار لماذا؟ لأن الأسرة أصلا الأسرة الله تعالى باش يكون فيها التواصل هيئ لها البيئة. نعم. الروبير ولا ريفيرونس هادية، ماشي معناتها الزوج كي هو القوام ولا لا ريفيرونس ولا الروبير معناتها التسلط، معناتها يضرب زوجته، معناتها يضرب ولاده، معناتها ما يهدرش معاها ولا ما يسمعهاش، معناتها الديكتاتور، معناتها الاستبداد. لا، معناتها لا ريفيرونس هادية باش الاولاد في الاسرة والزوجة نفسها يحسوا بالأمن في الأسرة. لأن الطفلة كي تحب تخرج على 9 تاع الليل تقول لي يما نروح نقرأ عند صاحبتي، تقول لها سقسي باباك. الولد كي يقول لها نسهر مع أصحابي يما، تقول له سقسي باباك. إذا الأسرة فيها أمن، فيها إحساس بالأمن. صحيح. والزوجة كي تشوف الأب اللي يشاوروه الأولاد ويشاوروه للبنات معناتها آمنة ما تخافش. هذا هو الاتصال. لأنها لا تخاف. هذا هو الاتصال. صحيح. لأنها لا تخاف على أبنائها، لا تخاف على أولادها. الأب رهنا، الأب ماشي اسمحوا لي يعني وحش، سيتا مونستر، تخاف منه الزوجة، يخافوا منه الأولاد، أو جا خلاص نفس ما كاش. العكس، كي يكون الأب وكي يدخل الأب وكي يدخل الزوج، الأسرة تحس بالأمن. ولذلك يكون الحوار. هذا هو الحوار. وهذا هو الذي جسد في حياة الرسول في بيت النبي. الحوار. نعم. نعم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كل يعني كما يقول أحد العلماء الغربي علماء الغرب يقول إن العظيم لا يكون عظيما. نعم. في بيته. نعم. لماذا؟ يقول العلماء السير يقولوا غير الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم في بيته كما هو عظيم خارج بيته. عظيم كيف؟ عظيم في بيته ماشي خاطر يخافوه، خاطر يحبوه. يعني تصور انت الرسول صلى الله عليه وسلم 9 زوجات وكلهن يحببنه ويثقن فيه ويحترمنه، والبنات تاعو رضي الله عنهن يحبوه. لماذا؟ لأنه يحسوا بالأمن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول علماء السيرة ربما هذا هو الوجه اللي وللأسف من الرواس للناس
ليتكلموا في السيرة، بعض ليتكلموا في السيرة. نعم ما راناش نوريو هذا الوجه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيكون في الدار يكون شديد الضحك مع أهله، شديد المزاح، الاتصال، الاتصال، الاتصال مع أهله، زوجته ولا أولاده ولا بناته رضي الله عنهن. نعم. بل ينزل إلى حفيديه الحسن والحسين إلى الأرض ويقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم، هاو هاو هنا المربي مع الأطفال، ينزل إلى مستوى الأطفال. سبحان الله العظيم. هذه اللي كثير من الناس وهذه اللي التواصل ما يفهموهاش. نعم التواصل. كان نعم. إمام يقول كان إمام في المسجد وكاع الناس مثلا ولا أستاذ ولا واش نقول شخص تواصل، يقولوا علماء التربية صحيح. يقولوا الأب كيف يتحاور يتواصل مع الأبناء. نعم ما يقول لك ماشي بالمفاجآت، كيف بالمفاجآت؟ الأبناء يكرهون الخبر المفاجئ، صحيح، خاصة إن لم يكن سارا. صحيح. يا الأولاد راني نحيت لكم الانترنت، راني نحيت لكم التلفزيون. لا، أرواحوا نتجلسوا، هيا نديروا خطة كيف نبرمجوا التلفزيون وقتاش نشعلوه وقتاش نطفيوه، نخططوا مع بعض مع الأولاد، الأولاد يحسوا باللي عندهم فيهم ثقة. ربما المعلم في المسجد نحالهم هذيك الثقة، انتقدهم، انتقد ذلك الطفل الشاب، الأب يرجع له هذيك الثقة. أروحوا نديروا خطة كيف هذا العام نقصوا بالتلفزيون، نقصوا بالإنترنت، مع بعض نديروا الخطة باش تقراوا، باش يحسوا باللي شاركوا في القرار. صحيح، هذا هو الاتصال. هذا هو كيف الأسرة تحس بالأمن فعلا، ويكون التواصل فعلا، ويبدأ التواصل كما سيأتي إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. حتى لا أحتكرهم. نعم شكرا، بارك الله فيك دكتور بلغيث. فعلا التواصل يكون في كل شاردة وواردة داخل الأسرة، أستاذي الفاضل أستاذ علي بوناب. وفعلا أنا أعود إلى لغة الأرقام والإحصائيات التي قدمتها، يعني الإحصاء التواصل يكاد ينعدم في أسرنا، لماذا أستاذ؟ والنتيجة التي نراها في المجتمع اليوم. والله لما نتكلم عن انعدام الحوار والتواصل الأسري، وش معناه؟ معناه وجود العنف الأسري، معناه وجود القهر الأسري، معناه وجود مفهوم السلطة الأبوية أو سلطة الأم بالطريقة السلبية أو بالطريقة الخطأ. وبالتالي هاي الأسبابات، وبالتالي انتقال هذه الثقافة السلبية للأبناء. الطفل الذي ترعرع في بيت ليست هناك أنماط تواصل جيدة يتربى على هذا النمط السيء. لما أقول يتربى بمعنى انتقال الثقافة من إلى. الأمر الثاني، لما تكون هناك نمذجة سلبية، البابات خشين، البابات فضة، البابات غليظ، الأم نرجسية، ما عندهاش حوار خارجي، حوار داخلي مع الذات. الآن الأبناء هذه النماذج السلبية، وماذا سيحدث؟ والطفل عنده في شخصيته البحث عن النموذج، وأول نموذج يتقمصه هو الأب والأم، بالتالي سيأخذ هذه النمذجة السلبية في حياته، سواء عن طريق العقل الواعي، والأخطر من هذا هو وجود العقل اللاواعي الذي سيأخذ هذه النموذج ثم يخزنه، ثم تتحول إلى سلوكات قهرية. يعني لغالب يقول لك أنا ما نقدرش، بعض الآباء في بعض الجلسات السيكولوجية يقول لك ما نقدرش، لغالب أنا ما سترطر باش نعاود نحاور ما نقدرش. شوف البرمجة العصبية الذي منطلقها هو اللاشعور. لما بين أسباب، لما نتكلم على وجود العنف، وجود القهر الأسري، بمعنى الأطفال عندهم طريقين، إما امتصاص هذا السلوك السلبي، بمعنى هو أيضا يولي عنده حالة من العنف في السلوكات نتاعه، بالتالي ينعدم وجود الحوار حتى عند الأبناء، أو إما الذهاب للعنف أو الانطواء والسكوت. معروف الشخصية المنطوية في علم النفس، الشخصية المنطوية، الشخصية الساكتة بزاف، هي شخصية غير حوارية، هي شخصية لها قابلية الانفجار، هي شخصية لها القابلية الكبيرة جدا للسلوك العدواني. من سبب هذا؟ إذا نقول الأسرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأبواه سطر عليها مليح يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. بينما حينما نجد الأب الذي له ثقافة حوارية،
له ثقافة تواصلية. وش معناه؟ معناه حيكون تكون عبارة عن ريبل، عبارة عن محور لنشر تقدير عند الأبناء. أنا لما نحاور ولادي، أنا نحاور ولادي، أي ولدي قعدون تكلمون حاور ونقشوا، وش درت؟ درت خليته يقدر نفسه، أعطيته التقدير الإيجابي. هذا هو الاتصال الذي نود أن نقدمه اليوم للمشاهد. نعم. أعطيت له التقدير الإيجابي للذات، أعطيت له النظرة الإيجابية للذات، أعطيت له وسيلة من وسائل بناء الثقة كما ذكر شيخنا قبل قليل. هذه كلها قبل أيام كنت في جلسة في علاج المخدرات، جاء الأب والأم قال أنا وليدي هاو المشكل. قلت شوف وليدكم مباشرة أي عنده دي سامبتوم، أي عنده أعراض أنه يتناول مخدرات، ما هو الحل؟ وجدت وش وجدت؟ وجدت بأن النمط العلاقة الأم مع الإبن هذا فيها نوع من السلطة الأبوية. الآن السلطة الأبوية عند الأم علاش جات؟ لأن سلطة الأب، الأب انسحب عن وجود السلطة، وبالتالي هذا الاضطراب التواصلي جعل الأبناء غير مستقرين. مفهوم الاستقرار كما قال الدكتور قبل قليل فقدان الأمن الأسري، وبالتالي حالة من الخوف الداخلي. صحيح. حالة من وجود التوافق، عدم التعفن، عدم التوافق الأسري، وين راح ذهب إلى سلوكات غير طبيعية، أكيد راح يروح إلى سلوك منحرف. هذا لي نقاش فيها. قالوا لي ما هو الحل؟ قلت له الحل أن نعود إلى 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 واجباتنا الأسرية، من بينها الدور الأم. وشنو هو؟ أنا الأم في البيت شنو الدور نتاعها؟ دور تاعها الحب، دور تاعها العطف، دور تاعها الحنان، دور تاعها الرعاية. لابد عاد الأب أن يجد في أمه تلك الأم المثالية الجميلة التي اسمحوا لي على المصطلح أيتها الأمهات، التي يعشقها ابنها ويحبها حبا عظيما. ثم يأتي الأب ماذا يفعل؟ الأب له السلطة الإيجابية، له السلطة الإيجابية التواصلية، وبالتالي يكون هناك توازن أسري. نقطة ثانية كنت قد طالتها من الأب، قلت له لازم تقعد مع وليدك وتحاور وليدك، خليه يغلط، خليه يخبرك على أخطائه، بوجود الأمن، بوجود الحب، بوجود التواصل، بوجود الحوار. لما يكون هذه النظرة الإيجابية، التواصل الإيجابي داخل الأسرة، واش نقول لك؟ نقول لك مستعد الابن يقول لك بابا أنا أتناول مخدرات، أبي ساعدني في أنني أخرج من هذه الأزمة، أبي أنا متطور، عاونني يا بابا، عاونني يا إما. متى يكون هذا الأمر؟ متى؟ لما نوفر الهدوء الأسري الذي من شروطه، نقولها ونعودها، من شروطه الحوار والتواصل. هذا رسالتنا عبر قناتنا الطيبة، خاصة البابات، يا البابات يرحم والدك وقعد مع ولادك. صحيح. يرحم والدك قصر مع ولادك، يرحم والدك حضن ولادك، يرحم والدك قبل ولادك، يرحم والدك أعطي من وقتك، خلي ولدك يغلط. الطفل عنده قابلية الخطأ، ما حتى واحد ما يقول لك طفل ملاك، احنا كبارنا نغلطوا، فما بال أبنائنا. أقعد مع أولادنا، حاوروهم، ناقشوهم، نخرج معهم. قال يا ولدي نروح الان نشوف الماتش كيف كيف، هاي نروح نديروا الرياضه كيف كيف، اتصال اليوم افطر يا ولدي، شوف نخرجوا في وين تحب، في اي مطعم ولا على شط البحر، نروح نديروا باربيكيو، نضربوا شويه شويه يا حبيبي، يا الشباب نتاعي، البوغوس نتاعي. هذه اللغه التي يحبها عندما شيلمون سبيسيفيك، عندهم لغه خاصه نستعملها معه. سولاجي على بالك يولي يشوف المسلك وين لما يجي لباباه، يشوف المنقب باباه، يشوف الحب باباه، يشوف الحياة باباه. الآن هذه الثقافة احنا ما عدناش، ومن بعد نتهم أبنائنا بأنهم منحرفين. لهذا كل راع مسؤول عن رعيته، وصدق حبيبنا وأستاذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي أفضل الصلاة وأزكى السلام. نستقبل أول مكالمة في البرنامج لهذه الأمسية. أم معتز من تيسم سيد، السلام عليكم أيتها الفاضل، أهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شرفنا بأن نشارك معكم بالحصة المباركة. شرف لنا أختي الفاضلة. أحبها أحبها والله أحبها، ونشكر أستاذي الفاضل علي بونير، لكن تأبدأ من حيث انتهى. نعم. وإذا غابت مسؤولية الأب. نعم. الأم هي وإذا غابت مسؤولية الأب. نعم، إذا غابت مسؤولية الأب، نعم. هي الآمر، وهي هي الآمر، وهي المحرك، وهي تهتم بالرعاية وتهتم في ذي الحالة. هل يمكن للطفل أن يستوعب هذه الأمور؟ هل يمكن؟ الطفل أن يستوعب، أو نعم. ابني أن يستوعب هذه الأمور؟ أنا وجدت في ولادي أني حسيت بدي أني متجبرة، أني متسلطة. نعم. فهمتني؟ أم معتز، أم معتز، أم معتز، هل لديك يعني لديكم ثقافة الحوار داخل الاتصال داخل الأسرة؟ أنا شوفي أختي الفاضلة، أنا عندي الحوار، نتعامل مع الحوار مع ولادي. اتصال، نعم. تكلمنا مع اولادي، وقلنا لهم لازم نتوقفوا على الانترنت، ولازم نتوقفوا على، درنا حلقه لكن لا بدون جدوى، لان كيكون الطرف واحد
تكون صعب. الله أعلم. أنا بغى ندي نصحنا للشيخ علي بونات، هل يمكن إنسان وحده يقدر يوصل؟ إذا نعم. كانت مثلا إذا الأم بتبعدت على العطف على الحنان مش بالمفهوم المادي. نعم. كان الأمور وحدة التزامات الإنسان لازم يكون بها. الإنسان لازم يوصل الأمور. صحيح. تربية مش عبارة عن أكل وشرب. تربية راهي رعاية، راهي مسؤولية، راهي أخلاق، راهي صح ولا لا؟ أختي الفاضلة. نعم. لكن ذوك هذه توصلها غير الأم. وأحيانا الأم يكون عندها ضغوطات، خاصة إذا كانت الأم العاملة. صحيح. نعم. خاطر نضطروا للسكان للزعاف. نعم. يعني لقيت هناك تصادم، احيانا حتى اشعر ان ولادي ما يشوفوني، هذا الامر بك يأثر على الام بطريقه كبيره. نعم. يعني اريد نصائح من درك كثيره، وجزاكم الله خير، وحصه مباركه. والله نعم. حصه مباركه، يعني نتعلموا منكم. نعم، نتعلم دائما من البعض أستاذتي، هذا ببركة القرآن الكريم. شكرا. آمين. بارك الله فيك أم معتز. أختي، اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول في التدبر. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ويعني أثارت نقطة مهمة، وهو الاتصال في تقويم بعض السلوكات داخل الأسرة. سنناقش هذه النقطة، ولكن نستقبل، نذهب إلى ورقلة ومحمد الحافظ. السلام عليكم أخي الفاضل، أهلا ومرحبا. محمد الحافظ من ورقلة. محمد الحافظ معنا فتحي. محمد الحافظ من ورقلة، السلام عليكم. يبدو أنه انقطعت المكالمة. في انتظار عودة محمد الحافظ من ورقلة. نعم، في انتظار عودة محمد الحافظ من ورقلة ومكالمات أخرى مشاهدي الأفاضل، وموضوع هذه الأمسية الاتصال داخل الأسرة، وكيف نفعل هذه الآلية المهمة في الاستقرار الأسري. قبل أن نجيب على سؤال أم معتز من تسمسيت، وهي كذلك هو مدخل ومحور من أحد المحاور التي سنناقشها في البرنامج، أود أن أشير إلى نقطة أستاذ محمد قرنومي. بما أن لديكم تجربة في مجال التعليم، نود أن نتحدث أين الأسرة. أحيانا الأسرة تعزز هذا السلوك الاتصال مع أبناء، هذا الاتصال الذي لا يكون، أؤكد كما ذكر الأساتذة، لا يكون عندما حدوث مشكلة، وإنما يكون اتصال دوري ويومي. هذا هو الأساس وهذا هو الأصل حتى نغرس هذه الثقافة. أحيانا أين المدرسة من هذه الآلية، من ترسيخ هذه الآلية؟ لأنه الآن كثيرا ما تثار، وكثيرا من الأولياء الشكوى بأنه في المدرسة يكبت هذا السلوك من طرف المدرس، حتى من طرف التواصل بين الأستاذ والطلب. نعم، الأستاذ والطلبة، وأحيانا آخر لا وأحيانا حتى لأنه مكمل. نعم، لأنه مكمل. أحيانا يكون نتيجة، لأنه عندما يكون الطفل يعيش هذه الحرية داخل الأسرة، يعني من يجد من يعزز فيه داخل المدرسة، ممكن أن لا يجدها داخل المدرسة. نعم، والعكس صحيح، فيكون سببا، ممكن يجد تواصل داخل المدرسة ولا يجده داخل البيت. ولذا وجب يعني التنسيق بين البيت والمدرسة حتى يكون هناك المسجد. احنا مادام تكلمت على المدرسة نتكلم على المدرسة، زيدوا لها المسجد. لازم يكون تواصل بين المؤسسة الأم اللي هي الأسرة، ثم المؤسسة الثانية اللي هي المسجد، ثم المؤسسة الثالثة اللي هي المدرسة. لازم يكون تنسيق بين هذه المؤسسات الثلاث، وكل يخدم التواصل بطريقته، بل يتعاون الجميع في تحقيق هذه الغاية الكبرى التي تحتاج إليها كل المؤسسات، بما في ذلك المؤسسة الأم اللي هي الأسرة. أنا وقع لي يعني مثل ما تكلم الشيخ عن بعض الأمور اللي وقعت، أنا يأتيني ولي تلميذة ويشكو يعني ألما، يقول لي يا شيخ أنا بنتي ما جمت لهاش عاوني فيها. هذا سببه شنو هو؟ غياب التواصل. يعني لما الأب واللي يقول يستقيل، يقول كان ما نجمت لهاش، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويأتيك أنت كأستاذ وتدرس لهذا البنت، انظر أنت إذا كانت عندك نظرة يعني سلبية، فإنك يعني تضع خط أحمر على هذه البنت بدل أن تسعى لكي تنقذها. لكن لما تروح تتكلم مع البنت وتقول لها وش كاين، يعني ما هي الحاجات التي يعني جعلتك هكذا جافية تجاه الوالد نتاعك، تحكي لك أمور يندأ لها الجبين.
بالتالي مسألة التواصل مهمة جدا داخل الأسرة. ولما نتكلم عن كاين مكالمة؟ فيه مكالمة لو تسمح لي يا أستاذ قرومي لنترك المتصلين ينتظرون طويلا. الوفي للبرنامج أحمد من العاصمة، السلام عليكم أخي أحمد. أحمد من العاصمة نحن في الاستماع. أحمد من العاصمة السلام عليكم. فتحي معنا أحمد؟ أحمد من العاصمة أو الأستاذة فاطمة من وهران؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أستاذتي الفاضلة. أهلا بك، حياك الله. أحيي السادة الأساتذة الأفاضل الذين يشرجون هذه الجلسة الطيبة المباركة بآرائهم. نسأل الله تعالى أن يثمنها لهم بالأجر والثواب وبالحسنى والزيادة إن شاء الله. غبتي علينا كثيرا أستاذة فاطمة، إن شاء الله خير هذا الغياب عن البرنامج. الله يبارك فيك. والله فقط ظروف، أنت تعلمين يعني ظروف، أحيانا ظروف البيت وظروف العمل. أعانك الله. نعم أعانكم الله جميعا. في الحقيقة يعني هذا الموضوع هو موضوع حساس جدا. لماذا؟ لأنه يمس هيكلا، يعني إن صرح هذا الهيكل صرحت الأمة، وإن فسد هذا الهيكل فسدت الأمة، وهو هيكل الأسرة. الأسرة التي هي أهم نظام في أي مجتمع. يعني هذا النظام إذا يعني أخل به، طبعا أخل به أي نظام. قضية التواصل داخل الأسرة هي قضية تحقق الأمن الأسري. يعني الأسرة بدون تواصل في المقابل لا يمكن تحقيق أي أمن. يعني الكل يشعر بغربة داخل الأسرة التي لا تواصل فيها، ولا حوار، ولا اهتمام، ولا انشغال. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، فكيف إذا كانت القضية قضية عدم الاهتمام داخل الأسرة؟ الابن لا يهتم بوالديه، والأم لا تهتم بأبنائها، والزوج لا يهتم بزوجته ولا بوالديه، وهكذا. أستاذنا الفاضل قد ضرب مثالا عن الأرضية الأولى للتواصل حتى قبل أن يصبح سيدنا موسى زوجا لابنة شعيب. أنا سأضرب مثالا آخر، وهو أن الله تعالى جعل أرضية التواصل حتى قبل أن تتم عملية الزواج، وهو التواصل بين المرأة المعتدة وبين من يريدها يعني زوجة له في فترة العدة. الله تعالى يقول لك لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. إذا كان الله تعالى أعطى يعني أرضية لهذا الحوار حتى والمرأة في أصعب ظروفها وهي فترة العدة، وأعطاها أحقية أن يتحاور معها لغرض الزواج في المآل، لكن على ألا تتم المسألة بالمواعدة وبالسرية. الله تعالى رفع الحرج وقال لا جناح عليكم فيما عرضتم، أي أن التعريض يعني هو بوابة للحوار، هو بوابة للتواصل مع هذه المرأة التي ربما ستكون زوجة يوما ما يعني بعد انقضاء عدتها. أنا الأمس كنت قد شاهدت شريط فيديو لطفلة مررت لها المربية في دور الحضانة، مررت لها يعني رسالة من والديها، فلما سمعت أو يعني أوصلوا لها رسالة والديها بكت. سألتها المربية لماذا تبكين؟ قالت كنت أتصور أن والدي لا يحبانني، فيعني بكت من شدة الكلام الطيب الذي ورد على رسالة والديها إليها. يعني انظروا معي إلى الكلمة كيف يمكن أن يعني تعطي ثمارا. نعم. لكن الله تعالى قد ضرب مثالا عن الكلمة حين قال هي كالشجرة، ضرب أعظم مثال عن أعظم وهي الكلمة. قال مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. ما بالك إذا كانت هذه الكلمة الطيبة داخل الأسرة؟ صحيح. نعم. فإنها سوف تثمر وتغدى
تصدق وتعطي أكلها في كل حين. أنا نتساءل لماذا هذا الجفاء في داخل الأسرة؟ لماذا هذا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وسط جلسة مع الصحابة كان يدير خاتمه الشريف، ولما شعر أنه قد يعني قد غاب عن الحوار لهنيها نزع ذلك الخاتم الذي كان يديره حتى يشعر الجالسة أنه متابع له في حواره. هكذا هي أدبية النبي صلى الله عليه وسلم. انظري معي أختي العزيزة يمنى ما الذي يحدث داخل الأسرة؟ الأب يتكلم والابن يقابله بتشغيل التطبيقات أو برنامج المحمول، الأم تحكي وابنتها منشغلة بتواصلها مع زيد ومع عمرو ومع فلان وعلانة، يعني لا تواصل، لا كلمة طيبة. بالعكس نجد الآن أسف الكلمة الخبيثة التي طبعا ضرب أيضا الله عز وجل مثالا عن شجرة خبيثة. إذن التواصل داخل الأسرة يحقق ما يسمى بالأمن الأسري. صحيح. الأمن الأسري الذي أصبحنا نفتقده والذي أصبح بوابة للجرائم، بوابة للانحراف. انظري معي كيف أن غياب هذا الأمن الأسري ما الذي يحدثه؟ الشباب ينحرفون يخرجون. أنا التقيت بفتاة يعني تتناول مخدرات والسجائر، سألتها لماذا؟ فاندهشت والله بكيت لحالتها. قالت لي كنت أخرج لقضاء حوائج العائلة، شراء مقتنيات العائلة، مع ذلك إذا تأخرت دقائق إخوتي يضربونني وحتى أحيانا بالكهرباء. فذلك الضغط وذلك العنف ولد لها خروجا عن الأسرة، وولد لها البحث عن الحنان داخل أو خارج الأسرة. نعم. مع رجال هنا وهنا، وصل الأمر بها إلى تناول مخدرات وإلى الضياع وإلى الانحراف. نعم. والله وأنا أسمع قصتها بكيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا أستاذة فاطمة. نعم. آمين. انظري معي عزيزتي لما يغيب الحوار، لما يغيب التواصل في الأسرة. نعم. أي عقد يحملها ذلك المرء داخل بيئة المفروض أن يعني ينتشر فيها السلام الأسري، أن ينتشر فيها الحوار، أن تنتشر فيها الكلمات الطيبة التي ضرب الله لها مثالا وأمثلة عظيمة. شكر الله لكم. شكرا. هذه الجلسة الطيبة، بارك الله فيك أختي يمنى، مواضيعك دائما يعني ملفتة الانتباه وجادة. نشكر لك هذه الجلسة الطيبة وجزاكم الله خيرا جميعا. نعم. شكرا بارك الله فيك. تحية كذلك لفريق الإعداد الذي يسهر على هذه المواضيع. شكرا بارك الله فيك أستاذة فاطمة من وهران، فعلا أثارت نقاط مهمة، ولعل فعلا عندما يفتقد التواصل لا يكون هناك أمن أسري، وتكون كل مخرجات هذه الأسرة عالة على المجتمع، وأول عالة هي على المدرسة. لذلك طرحت لك سؤال فيما يخص المدرسة، ربما حتى هذا الطفل الذي يخرج من عائلة لا يوجد فيها تواصل ماذا يضيف داخل المدرسة؟ وإنما كما ذكر أستاذ علي بوناب يكون يعني كتلة من العقد النفسية التي لا تستطيع أن تتفاعل لا مع الزملاء ولا مع الأستاذ ولا تصل الرسالة. هذا هو الخلل. نعم. أكثر من العقد يصبح قنبلة موقوتة. نعم. يعني قادر تنفجر كما قال الشيخ، يعني هذا الشاب هذا قادر ينفجر في أي لحظة، وإذا انفجر يكون انفجار ليس فقط على أسرته وإنما على المجتمع ككل. يعني نعم. والمثل الذي ضربته الأخت الفاضلة يعني من وهران على البنت هذيك، يعني كأنها تنتقم من أسرتها، يعني نظرا للضغوط التي تلقتها فأصبحت تنتقم بخروجها الذي لا يشرف الأسرة. نعم. فعملها هذا هو رد فعل غير مبني على تواصل. فالتواصل ليس كلاما فقط، لما نتكلم عن التواصل لازم نفهمه مليح. قضية التواصل هي التواصل العاطفي، التواصل الجسدي، التواصل في الخطاب، التواصل حتى في التفكير. أنا لماذا أتواصل مع ابني؟ بشوفه كيفاش راهو يفكر، أطرح قضية للنقاش داخل الأسرة. قال أنا الأب نتاعكم عندي مشروع حبيت نقوم به، هذا المشروع يتطلب بيع البيت هذا اللي رانا اللي راهو ملايمنا، ما رأيكم؟
يعني لما تطرح تربيتهم على اتخاذ القرار. نعم تربيتهم على اتخاذ القرار لأنه تشعرهم بأن المسكن الذي أنت فيه ليس فقط ملكك أنت بل هو ملكهم أيضا. يعني لما تشركهم في الحوار وتخرج بنتيجة فتلك النتيجة يقتنع بها الجميع وحتما ستؤدي إلى ما يخدم الجميع. نعم. لأن يد الله مع الجماعة. نعم شكرا بارك الله فيك أستاذ قرومي. نستقبل مكالمة محمد الحافظ يبدو أنه عاد لنا من ورقلة. السلام عليكم أخ محمد الحافظ. السلام عليكم كيف حالكم؟ الحمد لله في نعمة وأنتم؟ الحمد لله. الحمد لله. ميمونة إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك. ما هي وضعية الاتصال الأسري في ورقلة؟ نعم في ورق لك كل نعم في ورق لك والله انا مسؤول على الاسره تاعي. نعم نعم لانه معروف يعني معروفه صحرائنا بالجلسات هكذا الجلسات الاسريه. نعم معروفه لكن بدات تتلاشى كما اقول لك. كان المجلس بكري والكوزينه وبعد درك كل واحد شد شو اسمه العولمه الخيط نتاعه. يا وش من العولمه يا رجل يا راي فاتك العولمه هي. نعم احسن الله عليك شكرا. نعم. والله طيبتم وطبعا نساكم طيبتم هذا المساء بهذا الموضوع وهذا الموضوع الطيب بالأساتذة الكرام ككل أخص بالذكر دكتورنا بلغيث. نعم. يعني أذكر في سنة 89 ولا في سنة 90 كان تقيت به وأنا صغير في عمري 18 سنة ولا 19 سنة على ما أذكر. كان هذا الفضل يرجع للأخي عبد الرشيد هو اللي سجلني معه في واحد مخيم. نعم. الله يحفظك. ما شاء الله. وأذكر ما قال له الآن حد الآن مكتوب عندي الكلام اللي قاله لي درنا واحد هذا هو الاتصال الفعال. نعم. وكتبته في كناش أخضر هذاك الكناش تحت اللي فيه الرسول هذاك. نعم. جزاك الله خير على وفائك يا أخي. والله كل ما أشوف في القناة يعني عيني تدمع. الله يحفظك. الله أنا قلت الحمد لله جراحي. سلام لكم جميعا. وأنت حتى وإن يعني ربي عز وجل عملت فأنت حي يعني من الناس الذين يذكرون حتى وإن راحوا. جزاكم الله خير. تمنى له طول العمر إن شاء الله. نعم طول العمر. نعم دعواتكم بارك الله فيكم. نعم واحد الموضوع وقلنا لازم نحكوا على موضوع على ما بعضنا الشيخ الكريم الرجل الفاضل دارنا موضوع على الصدق وقال لنا هو جزء أنواع قال لنا صدق القول وصدق الفعل. نعم. قال لنا كملوا وحده انتم كملوا احنا كنا في واحد الخيمه بكري لا طون تلقاها مقطعه بكري الظروف شويه قاسيه الناس كل في الغابه وكان جو رائع اللي ثبت لنا المعلومه قال لي اهدر والصحراء اهدر ابو بكري هو اللي هدرني بالدراسه. الله يحفظك. انا لانه حتى واحد ما نعرفه من ضمن من العائله اول خرجه لي يعني في عمري 18 19 سنه معايا جمعت لي نبيع جمعت لي ثورس. نعم. لعله يذكروا ذلك. نعم. ده هو اللي نطقني عندما نطقت ما حبيش نهضر قال لي انت كنت تستهزر كي هضرت معك كلمه ما حبيش تسكت. هذا هو الاتصال. نعم هذه ارضيه الاتصال. ايوه اذا هذا الرجل هو نبع تاع الاتصال. نعم. كي قلت له انا يا صدق القلب وبقيت نهضر وطالبه لازم يهدش الحقد الانسان على اخوه ولازم يبدا يكون وفي بما يحمل. نعم نعم نعم. اسرار انسان يعني هذه الوقفه استوقفتني كثير مع الشيخ الفاضل لكن أردت أن أنبه إلى فقط إلى واحد النقطة أساسية في داخل الأسرة يعني أن الاتصال هو يعد من أكبر المشكلات اللي هي ضايعة من في الأسرة. أسرة بلا اتصال تعتبر أسرة معطلة أسرة معطلة صحيح. مشكلتها هي خاصة العلاقة لا قبيل كي تقطع الاتصال تسمع ناظر على مسألة في المدرسة لكن فسبقوني الإخوة الأفاضل وهضروا عليها لكن معليش نشير لها فقط مشكلات الأسرة ومشكلات المدرسة هذو زوج بالونات اللي لازم يلعب بهم الاب والام لازمها تراقب صحيح يلعب بهم الاب على بين رجلي البنت وبين رجلي الابن لان علاش كثير من الاباء داخل الاسره يعتقد ان ابنه مريض فياخذه الى الطبيب ويشخص حالته يكبر الموضوع وهو الحل عنده بين شفتيه هو الحل عنده بين يديه داخل الأسرة ويروح يكبر الموضوع يديه لأنه ما هوش مانع يعني باش الإنسان يأخذ ابنه إلى مسألة كما هذه لكن المسألة ما هيش كبيرة قد هكا. لا أقول في آخر الكلام أن إذا أردنا أن نمتلك طفلا بتواصل قوي داخل الأسرة وحفاظا على مواهبه وسبيل للتعرف على مواهبه أن يكتشف الأب أول هو المسؤول الأول أفضل من يكتشف الطفل الفائت وأفضل من يحاور الطفل والبنت هو الأب من اللم رايحين لها لما بطبيعة الحال شوف عندهم مساس بها دائم حتى في النوم ينوموها يشتوا يرقدوا حداها يشتوا ياكلوا من عندها يشتوا يحتكوا بها يشتوا يشتوا لها يخصك مفروض تروح لأمك
يعني وجوه التواصل الأسري بالأم يعني فيه فظاظة كبيرة، وبالتالي الأم راح تستغل هذا الأمر. الأب الذي ينشغل داخل خارج الأسرة وينشغل خارج البيت بأشياء واحدة أخرى وينسى التواصل مع أبنائه، ربما عنده قصرة مع أولاده مع أصدقائه أو مع أطرابه ولا مع العاملين تاعه في موضوع غير مهم ويهمل ذلك داخل أسرته. ونبه إلى أن الآباء هم أفضل من يكتشف الأبناء ويكتشف ما صحيح يتطلعون إليه. وأحسن الله إليكم وشكرا وتحية طيبة. شكرا بارك الله فيك الأخ عبد الحافظ من ورقلة. إذن أستاذ بلغيث، غياب الاتصال داخل الأسرة يرجع يعني يجعل الأبناء يبحثون عن القدوة، بماذا يقتدون؟ والآن هنا تحدث الكارثة، وهنا يحدث الخلل داخل المجتمع. الأسرة تقدم للمجتمع طفل ضائع بمن يقتدي، وعندما يذهب إلى الشارع الشارع لا يرحم. نعم، هو أنا أرى والله أعلم بأن أغلب ما ذكر هو نتائج غياب الأمن الأسري وضعف التواصل ونقص الحوار، هذا هما نتائج لمستطاع أن نقول ضعف الوازع الديني، الوازع الديني أقول، أو تدين، ضعف التدين عندما نريد أن نبني أسرة. صحيح، كين جون تزوجوا قاع نعم علاه، خطر هناك أشياء تعتبر بداهيات ولا بديهيات مسلمات، كي تجي الإنسان يتزوج يلزم يكونوا عنده معروفين بديهيات، هذوما قدسية الأسرة في المجتمع الإسلامي. الأسرة مقدسة ماشي لعب، صحيح، ماشي تزوج في الصيف وتطلق في الشتاء في الخريف، ماشي لعب. صحيح، باش نوليو عندنا 68 ألف حالة طلاق في سنة 2018 نظن ولا 17. نعم نعم، عدد كبير. لماذا مثلا بعض المجتمعات كي يجوا يتزوجوا، نعم، كي يتقدموا الخطبه يدخلوا الدوره التكوينيه، يعطوا له شهاده باش يتزوج، مؤهل للزواج. مؤهل للزواج خاطر لازم تكون عندك كي الراجل كي الخاطب كي المخطوبه يكون عندهم امور بديه وحده، أن الأسرة مقدسة وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يا ناس ماشي لعب، زوج المودة والرحمة، مين يجي التواصل إذا ما كانش المودة والرحمة بين الزوجين؟ تواصل بحب، تواصل الأبناء مع الوالدين الأولياء، تواصل الأبناء فيما بينهم يشاهد أو يبدأ من التواصل بين الزوجين، حوار بين الزوجين ينعكس لما الاولاد يشوفوا بلي الراجل وزوجته يتحاوروا ويتواصلوا، نعم، ويتناقشوا في هدوء، ماشي كيف كما يشوفوا الاولاد الراجل والمراه تاعو يصرخان في بعضهما البعض، ماشي كيف الجدال. نعم، اذا هناك بديهيات كي نجوا نبنوا الاسره، نعم، لازم نقولوا للمجتمع تاعنا والمشاهدين الكرام باللي إذا حبينا المجتمع تاعنا يسلم في المستقبل، إذا حبينا المجتمع تاعنا إذا أردنا أن نؤسس مجتمعا فعلا يجب أن نؤسسه على الأسرة، والأسرة لازم أن نفكروا كيفاه ليدخل البيت الزوجية الحياة الزوجية لازم تكون عنده مجموعة من الأمور تصبح بديهيات، وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه وحدة، أن الأسرة مقدسة، أن الأبناء أمانة ونعمة، أمانة ونعمة، مسؤولية أمام الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الأولاد هادو يا يدخلوك للجنة يا يدخلوك للنار، صحيح، الأولاد والبنات إذا أحسنت تربيتهم كانوا سببا في دخولك الجنة، وسيأخذون بأيديكم إلى الجنة، إذا ضيعتهم
هو ما يدوك للنار، هو ما يدوك. الاولاد يوم القيامه يقولوا هذا بابنا عمرو ما زقع لنا عصلات. هذه يمانا البنات يقولوا هذه يمانا عمرو عمرها ما قالت لنا احشموا شويه استروا روحكم. صحيح. نعم. وشنو هي قوا انفسكم واهليكم ان لم تكن هذه مسؤوليه تربويه. وهنا بالاتصال وهذه كل الامور بالاتصال. نعم. والكلام. نعم معناتها هذه باش يكون الجو تاع حوار في الدار اضافه الى ما ذكرناه من قبل في مقدمه حصتنا هذه، اذا جمعنا كل شيء لابد الاسره تكون فيها الجو تاع الامن والموده والرحمه. والزوجان يدركان عظام هذه الأسرة، أن الزواج ماشي لي فاكونس في اسطنبول وفي ماليزيا وفي شرم الشيخ، أن الزواج مسؤولية أمام الله تعالى، محضن تربوي. سيكوا الأسرة، الأسرة هي محضن، أول محضن تربوي يتربوا فيه علماء المستقبل، قادة المستقبل، زعماء المستقبل، يتربوا فيه سياسيو المستقبل. نعم يتربوا فيه خبراء المستقبل، يتربوا فيه الفاتحون المستقبل اللي يفتحوا المسجد الأقصى إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. نعم إذا كانت الأسرة ما كانت محضن تربوي بهذا الجو هذا يا معناتها نحن لم ندرك من فقه الأسرة شيئا، وإن تعلمنا فقه الوضوء وفقه الصلاة وفقه المياه وتعلمنا فقه أي فقه، إذا ما عرفناش هذا الفقه هذا المقاصد الأسرة، مقاصد الإسلام في تأسيس الأسرة اللي هي مقصد حضاري، مقصد سياسي، مقصد اقتصادي، مقصد مالي. لو كان نفصلوا فيهم يعني أن الإسلام يريد لهذه الأمة أن تكتفي بأبنائها، تستغني بأبنائها اللي نسميه احنا يا الموارد البشرية لريسورس هيومان هيومن ريسورسز، يعني أمة غنية بولادها عندها ما يكفي من أبنائها من العلماء من القادة من الأطباء من المهندسين من خبراء في الإعلام الآلي في العلم الفلك في الرياضيات. هذا الأسرة إذا ما كانتش الجو المناسب البيئة المحضن اللي نستثمره سيكوا الأسرة، الزواج بين راجل ومرأة بين عائلتين يتناسبوا سي بور انفيستير لنستثمر في توفير ابنا. والحمد لله يعني مجتمعنا الله يبارك 75% من المجتمع الجزائري شباب. صحيح. اقل من 30 سنه كما تتفق على ذلك اغلب الاحصاءات. هذا هو، هذه هي الطاقه. كي نفهموا هذا الفقه هذا يا نعم نفهموا وين رانا رايحين، واش رانا حابين، ماذا نريد من ابنائنا. اذا ما كاش التواصل ولا ما كاش الاخر ما نربيوش علماء. صحيح. نربيو سمحوا لي والله سمحوا لي يعني نربيو جيل بين قوسين نسال الله العافيه، الجيل اللي يشبه الجيل اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان في من علامه الساعه ان تلد الامه ربتها. عياذ بالله. تولد الام الولد اللي يحكم فيها، ويولد الاب الولد اللي يحكم فيه، وتولد الام البنت اللي تحكم فيها. هذا هو اخطر النتائج. صحيح. نعم. وهذه النتائج تاتي كما ذكرت دائما. نعم. نذكر المشاهدين تاتي من عدم التواصل، لانه احيانا حتى عندما يخرج يعني ابن منحرف اول سؤال يطرح للوالدين اين كنتم؟ نعم. هذا هو السؤال الأول، أين كنتم حتى وصل لهذه يعني عمر بن الخطاب قال لذلك. نعم. عفوا شيخ تفضل. لقد عاققته قبل أن. نعم. يعقك. نعم. وزيد نأكد على كلام الشيخ خاصة ربي جزيه، يعني هذه المهمة هذه دائما أكد في المداخلات في مختلف الحصص نقول باللي لو كان ما يكونش التكامل. صحيح. بين الأسرة والمدرسة والمسجد. نعم. رانا ما نقدروش نكونوا جيل يفهم واش معناتها أسرة. صحيح. نعم. الآن بعض الشباب يعني يتزوج وربما أقول بعض يعني بين قوسين يعني بعض الشباب يتزوج لكن ربما لا يدرك أبعاد هذه الأبعاد
التي أتحدث عنها. صحيح. دور المسجد، دور الفقيه، دور الإمام أولا، ثم دور المعلم. نعم. خاصة في العلوم الشرعية، في العلوم الإسلامية، دور الأبوين هو أن ننشئ جيل له هذا الفقه. صحيح، ننشئ جيل نعم يستمع. نعم. وله قابلية. نعم. للاتصال. سنرى إذن مشاهدي الأفاضل آليات الاتصال الفعال، ولكن بعد أن نستريح مع هذا الفاصل الإنشادي فلا تبتعد.
قناة القرآن الكريم أيام ومضامين حصص وعناوين موعد واحد من منبع واحد قناة القرآن الكريم. إذن شبكة برامجية ثرية لكم مشاهدي الأفاضل، تدخلوا الشبكة البرامجية لقناة القرآن الكريم، فابقوا أوفياء مشاهدي الأفاضل للقناة. إذن نواصل النقاش في برنامج مفاتيح هذه الأمسية والحديث عن التواصل الأسري. أستاذ علي بوناب، تحدثنا عن التواصل الأسري وتحدثنا عن مخاطر عدم التواصل الأسري على الفرد، على الأسرة في حد ذاتها وعلى المجتمع. طيب، ربما قد يتساءل سائل الآن، ما هي آلية التواصل الفعال داخل الأسرة؟ وهنا نشير إلى نجيب ربما في ستجيب على سؤال أم معتز من تسمسيلت، التي قالت يعني هذا التواصل لا يكون فعال، أتواصل ولكن لا يكون بطريقة فعالة. نعم، بارك الله فيك على السؤال، وكان يعني دكتورنا قبل قليل وضح في ملمح حول هذه النقطة الحساسة. أولا نقول من الأدوات أو من الآليات هو أولا الصدق في المشاعر مع الأبناء. حينما أحاور ابني لابد أن يكون هذا الحوار منطلقه القلب، الحياة الوجدانية، بمعنى يكون الحديث مشبع
بالحب. مثال قال الآن أنا في البناءات السيكولوجية مع أولادي، أنا عندي برنامج مع أولادي مثلا، قال ابني اللي راه مراهق الآن نرفد الهاتف الآن، السلام عليكم، واش راك وليدي؟ صافا بيان؟ لاباس؟ وراك حبيبي؟ كذا. يقول لك ابي بصح علاش عيطت؟ والله توحشتك يا وليدي، والله غير توحشتك نحبك. هذا ما كانت كلمه تهز البناء بطريقه ايجابيه، بحيث يعني يصبح ينتظر هذه المكالمه لانه سياخذ احتياج سيكولوجي اللي هو الحب، طاقه ايجابيه، الحب، نعم هو الحب والرعايه الوالديه. وبالتالي وش بنيت انا مش فقط يعني خسرت عليه نينيتي، راني بنيت بما يسمى في العلاقه البشريه، بما يسمى قوه العلاقه بيني وبين الابناء. قال الطفل الصغير الان اللي في العمل نتاعي، نعيط للوالده، السلام عليكم، السلام، من فضلك جوزي لي محمد يا اخي، ما فيها ولا شيء، جوز معايا. يا وليدي واش راك حبيبي؟ توحشتك، واش نجيب لك معايا حبيبي؟ ولا بنتي الاخرى، بنتي والله اشتقت الي، الشابه نتاعي، هي انت الاميره نتاعي. كلمات طيبه عبيد تهز هذا الكيان. بالتالي الابناء ينتظرون هذه الكلمات بالسماء. اذا الصدق المشبع بهذه المشاعر الجيده. النقطه الثانيه، حينما احاوره لا اتعصب ولا اوبخ، صبر، ولا الوم، وانما احاور باحترام الاخر. قالوا لي دي غلط، اي غلط، انا نشد اعصاب نتاعي، لان الغلط تاعي ماذا هو؟ تعديل السلوك، هو عدم الرجوع للخطا، وليس العنف والقهر في حد ذاته. اذا لما اتكلم مع ابنائي لابد ان احترمهم، لابد ان اقدرهم، لابد ان اصغي. انا احيانا في بعض الاعجاز السيكولوجيه يقول لي بصح انا يما كذا وكذا وكذا، قول اسمعي، لما يتكلم الابن يقول لك بصح كذا وكذا، راه نسميه راه يشتكي، راه يعاني، راه يقول لك يا يما اسمعي لي، يقول لك يا بابا استمع الي. سبحان الله، شوف بعض اللي جرح حينما ندردش معاه يقول لك انا بابا ما يفهمنيش، هذاك يقول لي بابا ما يفهمنيش. انا نفهم ان الطفل هذا راه يعاني معاناه داخليه، لهذا عاد الاب حينما نحاورهم نحاوره بحوار، نحاوره بتقدير. النقطه الثالثه، نقول للاباء حينما نناقش اشارك. احنا كنت سالتي سؤال حول المدرسه، شوف المدرسه هي من بين احيانا هي من بين مسببات الحوار، هي في الطريقه الكلاسيكيه، الطفل اقعد ربع يديك ليز غاد نكسر له راسه، اسمع برك، راه يلقن وغدوه نفس الشيء وغدوه نفس الشيء. وش معنى هاي؟ برمجه عصبيه، انه ما يهضرش، انه ما يحاورش، انه ما يناقش، انه يسمع ويبلع فمه. هذا العنف، سيطره، العنف المجمل المزين بالتعليم هو عنف. لهذا نقول الطريقه هي طريقه المشاركه، سواء داخل القسم او في الاسره. نشارك اولادي، نشارك بناتي، حتى طفل صغير نشاركه ودردش معه وناقش معه، حتى يكون عنصرا في اليه الحوار، وبالتالي يفهم باللي عنده قيمه، كلامه موزون وعنده قيمه. ان الاب هو يفهم ولدي انني اريد انا الوصول الى الصواب، أو الوصول إلى ما هو أكثر من الصواب الذي قد يكون مع أبنائي. النقطة الخامسة أو الرابعة، لما أناقش الزوجة في محضر الأبناء، أنا نناقش في مسألة من المسائل، لا تعصب ولا ألغي الزوجة ولا أجعلها في الدوزيام كلاس. إحنا عندنا إشكال هذا، المرأة في الدار دوزيام كلاس، الأب هو كلش. هذه الأخطاء هي عبارة عن ممارسات، يتعلم الأبناء اللاحوار، يتعلم الأبناء الحوار الخداع، بمعنى نهضر ولكن للأسف هذا ما هوش حوار، ما هوش نقاش، وإنما هو عبارة عن فرض لنمطية معينة، فرض لأفكار معينة، إلغاء الطرف الآخر بحجة أننا نستعمل الحوار. النقطة الأخيرة وهي فترات بما يسميها البوز مع الأبناء داخل الأسرة، قاعدين كما قال الشيخ، حبس الهم هذا، حبس التلفاز، نقعد مع أولادي، نتكلم مع أولادي، نحاور أولادي، نقصر معهم في أي موضوع، بشرط أن يكون هذا الموضوع يحبه الأبناء، لأن إذا فرضت موضوع ما يحبوش، أيها بابا هذاك طوش حي ساعة،
لا بالطبع لا بالطبع. لما نختار الموضوع الذي يحبه الأبناء ثم نتكلموا فيه بطريقة عفوية بطريقة يعني ممنهجة، نقول لك حاجة صدقيني يا أستاذة، وهذه أمور نتكلمها راني نستعمل مع أبنائي. والله العظيم غير تقوى العلاقة بين البابات وبين الأم وبين الأبناء، وإذا قوات العلاقة، أنا هذا يفهموني منيح الوالدين، إذا تقوات العلاقة بيننا وبين الأبناء أنا أقول لكم حاجة، تولي عندهم قابلية للإصغاء، تولي عندهم قابلية لتنفيذ الأوامر، تولي عنده القابلية إلى التحكم في ضبط المخرجات هي السلوكات يعني رماني بيلاسو، تولي عنده قابلية الأبناء وشن يقعد معايا ويجي ويقصر معايا. احنا شوف الأسرة مثال مثال محمد اي هاك يكسر لي راسي، لا بالي واش يحوس، يقول لي روح تقرا، يقول لي روح تصلي، يقول لي شتك واش درت، على بالي راح يكسر لي راسي. يجي ماذا بيا، يلا بابا تكلم تكلم خلينا نروح الان، من كان سببا؟ نقول الابن مش مربي، نقول ابن كذا وكذا، نقول لا، نقول ادوات الحوار ادوات التواصل جامده وميته وفيها من القهر، لابد ان تغير هذا، نقول عبر قناتنا الطيبه مره ثانيه يا الوالدين وخاصه الاباء. نحيي امهات صراحه، نحيي امهات راهم يقوموا الواجبات نتاعهم وزياده. يا الوالدين يا الرجال يرحم والديك، وخلوكم من القهاوي، خلوكم من الزنقه، خلوكم من الامور، اقعدوا شويه مع اولادكم، اقسم بالله راهم محتاجينهم. لما تعطي جزء من وقتك 10 دقائق ربع ساعه والله انك ماجور اذا صدقت النيه. لما تعطي 10 دقائق ربع ساعه 20 دقيقه نقول لك حاجه، راح تقلص وتنقص عدد المشاكل الاسريه، وبالتالي راح تربي اولادك تربيه حسنا. نعم شكرا بارك الله فيك استاذنا الفاضل استاذ علي بوناب. استاذ محمد قرومي ربما لم يبقى من عمر البرنامج الا دقائق، في دقيقه مفاتيح ختاميه قبل ان نحيل الكلمه للاستاذ بلغيث. والله انا افضل ان اعطي المفاتيح الختاميه لشيخنا، لا كل واحد يفيدنا من علمه استاذنا الفاضل. انا اقول واؤكد ما ذكره الشيخ علي قبل قليل، اصغوا لابنائكم. ممتاز. هذا وش نقول؟ صحيح. اصغوا لابنائكم. نعم. لانه في الاصغاء، شوف حتى في القرآن الكريم، إذا حبينا نستفادوا من القرآن الكريم، ربي قالنا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. أنا أقول ألقوا السمع لأبنائكم فسوف تكتشفون يعني الخير الكثير. نعم فعلا، حتى الدراسات الحديثة التي بحثت في هذا الموضوع على مستوى مجتمعاتنا العربية قالت منه من أسباب فشل التواصل الأسري اختيار الوقت والصبر واللغة الحادة، يجب أن نختار هذه الثلاثية حتى ينجح الاتصال. أستاذ محمد بلغيث ربما مفاتيح ختامية فيما تبقى من عمر البرنامج. الجلوس 4 دقائق يشير لي الزميل. الجلوس في البيوت مع القرآن الكريم. نعم. في البيوت ماشي في الجامع برك، في البيوت مع الجلسة الأسرية مع القرآن، مع القصص القرآني بالضبط. كي نقرأ قصة سيدنا إبراهيم كيف يتكلم مع باباه، كيف الخطاب معمر بالحب بالحنان بالعاطفة، كيف بابا سيدنا يوسف كيف يتكلم مع وليده، يا بنية يا بنية يا بنية، ماشي هكذاك برك. كما كنا قلنا مقبلة لسيدنا إبراهيم يا أباتي، ربي قال وحنانا من لدن، رب العالمين الله عز وجل الغني عن العالمين، يقول في سورة البروج يقول وهو الغفور الودود، كأن الله تعالى يتودد لعبده. واش يزيد لك إذا كان الله تعالى يقول الودود، يعني ولله المثل الأعلى، كيما الأب كيتودد لوليده، أروح نعطيك حبة حلوة، أروح ندير لك، أروح نعطي لك، ولله المثل الأعلى. يعني إذا كان الأب ماشي معمر بالعاطفة بالمحبة بالحنان لولاده، كيف الأولاد راحين يحبوا الوالدين؟ صح. نعم. وإذا ما كانش هذه المحبة هذه الحنان هذه العاطفة لن يكون هناك نجاح أسري أو نجاح مجتمعي. نعم. وزيد هذا الوضع هذايا لابد اذا كان قدرنا نجلسوا مع القران الكريم، وهذه تجارب قمنا بها في عائلات سنه كامله ختمنا القران في بيت ما شاء الله، يعني حلقات اسبوعيه مره في الاسبوع ومع جلسات قرانيه كانت نتائجها رائعه جدا وثمارها طيبه جدا. لابد المجتمع تاعنا نرجعوه للتدين الصحيح، ماشي التدين الشكلي.
التدين الصحيح هو يجعل الزوج عنده نفس الأهداف مع زوجته. إذا الزوج إذا كان للزوجين أهداف واحدة موحدة ستستقر الأسرة صحيح وسيكون التواصل. أما إذا كانت الأهداف ممزقة تتمزق الأسرة لا محالة. نعم لابد أن تدركوا هذه المعاني التي هي أساسية. نعم وأنا من الدعاة ماش لدورات تكوينية للمقبلين على الزواج واللي بعض اللي مزوجين اذا لازم لهم روسي كلاس يديروا روسي كلاس. هذا هو صحيح لانه ليس كل من بلغ سن الزواج مؤهل اسمحوا لي قادر يكون اب ناجح صحيح. وللاسف الابوه ماشي الانجاب برك الابوه ماشي الانجاب الرعايه الامومه ماشي الانجاب لا الامومه والابوه التربيه والرعايه فهم التربيه وشنو هي تربية ماشي كنشري لي جوي لولادي ماشي كنشري طابلات ماشي كنشري تليفون تاع 7 ملايين ريبوك تاع 1.5 مليون سروال جيل مقطع تاع 2 ملايين. التربية هي أنني أعد الإنسان ليقترب من مراتب الكمال. نعم شكرا نعم شكرا بارك الله فيك دكتور محمد بلغيت. نتمنى أن تصل الرسالة ويتحقق الاتصال. أستاذ محمد قرومي شكرا جزيلا لك وشكرا مرسول لأستاذنا الفاضل أستاذ علي بناب شكرا على كل ما قدمته. إذا مشاهدي الأفاضل الأولاد نعمة وأمانة فحافظوا على هذه الأمانة بتحقيق التواصل الإيجابي الذي يكون بحب وبلين. شكرا لكل من تابعنا واستمع وشاهدنا وانتفع. في الختام تحياتي تحية الفرقة التقنية التي رافقتني تحت إشراف الزميل فتحي يعقوب وكل الزملاء. دمتم سالمين آمنين. غدا يتجدد اللقاء مع حضراتكم إذا كان في العمر بقية. في أمان الله. السلام عليكم.